رمضان على مزيكا فام. انتبه اشقال، انتبه اشقال. نزلنا معك نادية، خلي جاوبنا سعيد. انت عندك شوية وقت كنت ما هي شو السؤال؟ السؤال كان كيفاش تخلي معناتها المواطنين في الحجر الصحي الشامل العام اللي فات، اسكو باش تعمل كيما عملنا ولا تمشي تعايد مع اولادك في فرنسا وتسافر وتخلي التوانسة في الحجر الصحي؟ انا خاطر نعرف معلومه، كل معلومه نتاعك غلطه. اولادي ماهمش في فرنسا، ما مشيش نعيد رئيس الحكومه، اولاده ماهمش في فرنسا، ما مشيش يعيد عليهم. مشى في فرنسا اي مشى لفرنسا مش لاولاده، قال لي اسباب عائليه. اي وضح، هو خرج ولا ما خرجش لا رئيس... خرج بلاغ مين انا تبع في الامور والله، وقال رئاسه الحكومه ما عمرها ما خرجت. مش خرج قال لي اسباب عائليه، مصادر عن مصادر عن مصادر كذا. دونك انا وقت نجاوب سي الحبيب صديقي وخويا حبيب، باش نقول له سي الحبيب ثبت معطياتك ويجسد السؤال. ولا مع تحياتي لحبيب راهو فدك الصباح. هو صحيح شنو ايد علاش مشى لفرنسا؟ حتى حد ما يعرف. حتى انت ليه؟ والله ما نعرف. اما الاكيد انه مشاش لعائلته. باه مش مشى يعني. على خاطر عائلته موجوده. علاش بيه كل عيدي عايد لبرا؟ واش مش مشى البرتغال المره هذي؟ معناتها البرتغال هي زياره رسميه. زياره رسميه، فما ندوه حول الهجره في افريقيا. دونك حاضرين فيها رؤساء حكومات باش يشارك فيها، وعنده لقاء مع رئيس الحكومه البرتغالي. ماذا بينا معناتها كان بعد يبعث لنا معناتها تسكر الطيارات نتاعو السيد رئيس الحكومه، وكاو معناتها مشاش عمل طلع لفرنسا مره اخرى. تولي فيها مشكله، كل عيد يحب يعايد غادي معناتها. والله ماناش فاهمين معناتها نورمالمون مرته السوبوز كيسيون مش احلى. والله فيكو تعمل في المشاكل راكم اللي بصوا. هو رئيس الحكومه نتاعنا ما تعنا حقوق عليه اكثر من مرته تو، كان ما في بالو شنو. باه ناديه كملوا معك. نمشيو لوزير الصحه اللي في 19 ابريل في الشهر اللي فات كان تحدث زيدا على الموضوع. لو كنت تفكروا فك الفتره قال انه تونس ضيعت على نفسها ثلاث فرص للخروج من الازمه، وقال تونس جاتها العديد من الفرص باش تخرج من الازمه، لكن وقت اللي لازم تواصلت قبل ما نكمل خاطر يظهر لي كملنا مع رئيس الحكومه. حبيت يا ان شونجمون بالحق ابار حكايه الموقف في الخطاب تاع رئيس الحكومه، كان فما تحسن او نيفو دو لا كومونيكاسيون اللي مالوريزمون جاء مع القرارات هذه اللي هي معناتها ماهيش موافقه، ولكن فما اني في معناتها ستوري تيلينغ الحكايه يحكي نتاع الطفل اللي يمشي للقهوه والعائلات كذا، اللي هو سي ان شونجمون. كي ترجع للخطابات نتاع في الاول هشام المشيشي هذه مبزوز عبيد راهو والله راهو زوز عبيد تمام صاريو عندي بيا ما مش خرجوا لينا اميليوراسيون يا اون اميليوراسيون فما تحسن في الخطاب. زوز عبيد يحكي واحد يحكي جماعتين تالي واحد يحكي بيه زوز عبيد يحكي دو بوان دو فيو تكنيك كومونيكاسيون تحسن كبير في الخطاب. اضطراب عندي انا بالعقل، راه واحد مش فاهم روحه معناتها. احكي لي في جماعه حاشين متناقضين وتقول لي والله ما احلاه كيفاش يحكي يا يد كيف ما فهمتش. ليه ليه بالحق راه والله ارجع تو نادي انا موافقة تحكي على كيفاش كان عن ديسكور ريجيد. كان فما ديسكور معناتها تكنوكراتيك نتاع كذا الى دوني دو لوما. انا واحد الناس معناتها من وجهه تقنيه الاتصال كان خطاب خير برشا من الخطابات الاخرين. انا نجم ناكد لك لسياسين تزلز معناتها سي بون انت رقم مخلطته مع البعض العناصر من حركه النهضه. كملوا مع سيد وزير الصحه وليت انت رقم مخلطته البعض مع عناصر من حركه النهضه تبارك الله، هما المثل اكثر عباد نجم يعطيو دروس في الحكايه هذه نتاع واحد كيفاش يبدل رايه وفيت في بيان في معناتها ما نجم يكون كان يعمل هكاك. دونك برافو انت رقم من هكا يد نجم نقول لك برافو. بيخلص وزير الصحه شنو قال بخصوص الحجر الصحي الشامل؟ اللجنة العلمية مرة برك طلبت الحجر الصحي في مارس، وتو مرة برد طلبت الحجر الصحي مرتين، المرة هذه عمرها ما طلبت الحجر الصحي الشامل، أما متوجه أكثر نحو الحجر الصحي الموجه في المعتمديات. المعتمدية ولا جهة يكون فيها ارتفاع حالات خطير يتم غلقها وعزلها، هذاك حجر صحي شامل في المعتمديات ولا في الجهات. اللجنة العلمية أكدت على تطبيق الإجراءات، أهم حاجة تطبيق الإجراءات الوقائية والحرص على متابعة تطبيقها. احنا تو نشوفوا في الاستهتار في تسيب، الناس مش قادره تطبق في الاجراءات الوقائيه كما يلزم. هذا ابريل 2019 ابريل 2021 فما زاد 19 ابريل ما تتطور هوني فما زاد. نرجع للتصريح، وكان حاضر في تونس اليوم مع مريم بلقاضي في نوفمبر 2020، وهذا شنو قال على الحظر الصحي الشامل. هو الحجر الصحي الشام ما عادش عنده مال، هي الفترة الأولى عندها تداعيات كبيرة اقتصادية اجتماعية وحاليا نفس حتى الأطفال الناس كل ما نفسيا تعبت ما. مش نزيد تسكر بلاد مرة أخرى معناتها تداعياتها مش تكون وخيمة معناتها معناتها يفهموا نعملوا معادلة بين الإجراءات الصحية والوقائية.
فوالا دونك ما نعرفش المعادله وين وصلنا فيها اليوم. جاوبوا جاوبوا انت جاوبوا جاوبوا كي عرفوا يعمل اكي وهو يعمل اكي ايش نعمل والله سي اس ان ايش لازم يصير مش تبدا الامور واضحه بصراحه ايد والله نحكي بجد معناتها كان انت وزير صحه عارفك يعمل حاجه تخرج تقول انت دي من قبل انت ماكش مقتنع وما تحبش تصير سياسيين شي لازمك تعمل بس سياسيين يستقيل اللي امينيستر اسمع معناتها باش تبدا الامور واضحه شوفينمون عنده كلمه شهيره كان وزير مع ميتيرون استقال مرتين مره في الثمانينات ومره في التسعينات سالوه قالوا له شبيك ما تكلمتش قالهم امينيستر باش طلطفها يسكر فمه والا يستقيل ما فماش حل اخر معناتها ما تنجمش تكون مينيستر وتعطي راي يختلف مع عارفك وانا مانيش موافقه مع عارفي سي امبوسيبل هذا ما ينجمش يصير وما تنجمش تمشي حتى دوله هكا معناتها هو قال شنو قلت لي قبيله في التيتر ثلاثه فرص اي قال تونس ضيعت على روحها ثلاثه فرص للخروج من الازمه لا غلط وهو ضيع فرصه الرابعه اللي كان استقال فيها خاطر بصراحه ما تجيش وزير ما تخدم في فريق حكومي معناتها تخرج تقول انت ديجا كوزير الصحه راك ماكش معناتها ماكش وزير النقل راه باش يتكلم معناتها نورمال نسمعوك كلنا انت نسمعوك انت وزير الصحه اللي تتكلم في امور صحيه تخرج انت تقول معناتها مرتين تعطي اراء مختلفه معناتها حتى هو راه اعطى اراء مختلفه لا طبعا ما فماش اتفاق بيناتهم اللي نعرفه انا انه رئيس الحكومه غير راضي على اداء وزير الصحه وحب يبدله وبدله في التحوير اللي فات ولكن رفض رئيس الجمهوريه دعوه الوزراء اليمين هو اللي خلاه يواصل في العمل فماش واحد اخر نجم يحطه بالنيابه فما حد ما هو خاف من الراي العام اللي باش يقولوا كيفاش في وضعيه في وضعيه بتاع كورونا كيفاش عندنا وزير سطوره وعندنا حكومه كلها بالنيابه تقريبا وزير الثقافه وزير السياحه بالنيابه وزير البيئه والتجهيز بالنيابه العدل العدل والوظيفه العموميه بالنيابه رئيس الحكومه وزير الداخليه بالنيابه نزيدوهم وزير الصحه لا اله الا الله باش كنت عندك اكستري هذاك انا يزكها واللي حدنا عندي سؤال اياد واحد اخر قبل ما نكمل اليوم منو حلينا معناتها تبارك الله اليوم خلينا راحتنا على اساس انه اليوم حجر شامل والمستمعين نتاع العاده بتاعنا مازالوا راقدين دونك ناخذوا راحتنا نحكيوا ليجي بما انه خويا اياد معناتها نحن صباح معناتها نحكيوا بطريقه مرحه في السياسه وهذا معناتها افونتاج نخلي العباد تسمعنا معناتها بطريقه سلسه لا فيها لا غش لا فيها عياط فكان ضحك واللعب وصلتوا عني بيه وقها معناتها ذاك اللي بالفايده شنو رايك في رئيس الجمهوريه معناتها كي وقت اللي تعلن انت حظر صحي شامل يخرج خويا هو يمشي شق فتره مع عوان الامن يمشي يصلي في الزيتونه ويمشي يعمل دوره في لافينو ويبوس في العباد شنو معناتها هو معناتها عركتهم وصلت للدرجه معناتها انه لينا واحد يعمل حاجه الاخر يكسر له كلمته لا هو راه صارت قبل الحجر اللي عمله رئيس الجمهوريه مشي نهار السبت اي نهار السبت مشي نهار السبت دونك مازال ما فماش ما دخلتش الاجراءات فما كوفر فو فما شنو اي كوفر فو السبعه اي ويمشي الوزاره داخل سمعني باه باش نسال سؤال اخر تجي للسياسه هذيك السياسه نحكي بالسياسه باقي هو حب يسجل مره اخرى اللي هو قائد على القوات المسلحه العسكريه والمدنيه يمشي شق فتره مع اعوان وزير الداخليه وزير الداخليه بالنيابه اللي هو هشام مشيشي ما فماش اي باش ياكد اللي هو القائد الاعلى نتاع القوات المسلحه المدنيه وبالتالي هو ينجم معناتها تكون عنده علاقه مباشره بالجهاز هذايا وبال معناتها الاسلاك هذيا دون المرور بوزير الداخليه اللي هو اكسسوار موتوا وزير رئيس الحكومه نتاعنا باش تبدا الامور في اطار الشفافيه الكامله دونك يلزم نقطه من هنا ونقطه من غادي هل يقصد رئيس الحكومه في خطابه الاخراني اللي كان قاله نهار الجمعه يظهر لي وقت باش يعلن على قال فما البعض اللي هزنا لقرارات شعبوي يقصد في رئيس الدولة ما نتصورش مش خاطر ما يخممش فيها سي با لو ستيل نتاع هشام مشيشي انه يدخل في كونفرونتاسيون ديريكت مع رئيس الجمهورية دونك ما نشوفوش انه شنو تاثير ولا شنو هي القرارات الشعبوية اللي رئيس الجمهورية دفع في اتجاهها اقتصاديا ولخاطر هو رجعنا الحجر الصحي ما نعرفش هذول يلزمنا نعاودوا نسمعوها باش نرجعوا نحكيوا فيها الموضوع يعطيك الصحة خويا إياد بارك الله فيك نادي يعطيك الصحة بارك الله فيك إن شاء الله كل حجر صحي وأنتم حايين اليوم الاثنين والله أنا مش كم كلمة إياد قبل ما نتعداو للدقيقة حظ مع أختنا فاطمة معناتها أنا كل شيء نتوقع وليت نتوقع حتى اليوم يخرج هشام مشيشي يقول قررنا التعديل
بون كان في تونس هو صعيب صعيب انا نتصور انه باش تقول حتى شيء صعيب ما سمعني هاو تاكسيات لا لا فكونهم سيبوهم معناتها عندك اليوم نقابه تضرب وراك بالبنيه تسلكها في البلاد صحيح صحيح يعطيك الصحه اخويا.